هو في ولد يا بنتي تقدر تسكن فيه في الزمن ده؟ هو بسببك انت واللي زيك. انا ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم ديزرت من ديب اند ديب، ومعاه موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل، وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند، كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي. وفي الآخر، قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين، هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لأ. هاي ازيك؟ طب نتكلم في بجد بقى، رقم بابا عشان انا عايزين ناخد خطوه. انا عايزه رقم بابا ده. ايه ده؟ تعمل ايه برقم بابا؟ معرفش. انا ممكن اديهولك على فكره عادي، انا ابويا فليكسبل جدا وشخص حبوب، فكره نسخه منه. طب ماما عامله ايه كويس؟ بتسلم على ماما عندك. انت ماما اخبارها ايه؟ ماما جميله حبوبه بجد برضه؟ والله العظيم دي زي بابا عندي. ده؟ ايه ده؟ نعرفهم على بعض. مظبط الدنيا كده. على مهلها موت. هو اللي بيحصل عندي ده بيحصل عندك برضو؟ معرفش، بس انا مبسوطه من اللي بيحصل عندي. مبسوطه قوي. اللي بيحصل عندي جامد. قلت في ورقه. انا عندي ورقه برضو. ماني واكل. ايه الحلاوه دي بقى؟ انت من الناس اللي بيشوفوا انه لازم لما اتنين ينزلوا ديت حد فيهم هو اللي يدفع؟ يعني انا لو نزل ديت مع واحده، معلش يعني اكيد مش هخليها تدفع. ايه اللي حصل؟ ليه؟ في ايه؟ معلش ليه بتعتذر لها؟ ليه مش بعتذر لحد؟ انا بقول عموما من اللي هو ما ينفعش. يعني كنت نازل مع واحده ديت او بتعتذر للكونسبت من كتر ما هو بالظبط. لا الكونسبت ده صعب عليا، معلش. عارفه ممكن مثلا حتى لو لما الموضوع يتطور شويه نبقى نتناقش، اللي هو لو نازل في يوم معيش فلوس عادي هي تشيل يوم انا اشيل يوم مع بعض. افرض هي قالت لك انا معايا فلوس. وانا معايا فلوس؟ لا معلش بقى. انت قاعد بتعتذر لمين؟ انا نفسي افهم. بقول لك ايه؟ احنا مش هنبتدي من فضلك الكلام كده. انا بفهمك اللي هو ايه، ما ينفعش تكون نازله معايا نازله مع راجل. الله. لا معلش بقى، ثاني بقى عشان كل ده عمال بتكلم لك بالراحه وبتاع. لا افهمي الكلام بقى. لا زعق اكتر. لا بالراحه برضو، في نفس الوقت انا خد بالك انا جوايا برضو كيوت وشيك، واللي انت بص اللي انت نفسك فيها هتلاقي. عايزه عربجي موجود. انت في ترمومتر بيعلى وبينزل كده عشوائيا للصبح. حبيبتي لو معاكي فلوس خليها. مع حبيبتي في ايه؟ هو انت بتكلمني ولا بتكلمها؟ بس بكلمك انت. بصي مفيش حد غير انا وانت دلوقتي، والبتاع دي ما بيننا، ونفسي اشيلها. فاستني كده بس نكمل اليوم. انا فاهمك الفكره كلها، بس قولها تقول ايه بالظبط. لا ما انا بقى كل ما اجي اتكلم بقى، انت على فكره دي مش طريقه كلام من اولها كده. انا ملاحظه ان في انجر ايشوز، مش هيتسكت لها قدامك 20 ثانيه. افهمك بالراحه، اقسم بالله هتسمع صوت ما سمعتوش من حبيبتك ولا صاحبك ولا عمك. صحبي. كمل. انا هكمل بس خليكي كده معاك والله للصبح. سيبي الطبق اللي في ايدك ده شويه وركزي، احنا جايين نتكلم مش جايين ناكل. انا جاي اكل شكلي تقريبا. أنا خدت شكلها هي شكلها اكل. بصي يا حبيبتي لو احنا نازلين وعايزه نقسم تشيك، لا يا حبيبتي انا اللي ادفع عشان انت نازله معايا، مش كنت نازله معايا وانت اللي تدفعي. انت صوتك تخن فجاه على فكره. لا ما معلش بقى، انت لو عايزه صوت عالي موجود وزعيق موجود، برضه صوت حنين وبالراحه واحده واحده اللي نفسك فيها تلاقيه. هو انا ليه ممكن اعوز صوت عالي؟ ليه ممكن حد يعوز صوت عالي اساسا وزعيق؟ انت عمرك صاحبت حد قالك عايز زعيق؟ لا على فكره عادي، انا زمان كنت مصاحب واحده كانت بتحب الزعيق، تيجي كلمها بروح تقول يا ابني ايه ده يا ابني، ما زعق كده شويه يا ايه. على فكره في حاجات كده وفي حاجات كده. بتسال عنها البنت دي لغايه دلوقتي بتتعالج ولا حاجه؟ انا وهي قطعنا. انساها عامه، بس كفكره موجوده. لا يا حبيبتي في بنات بتحب الزعيق وفي بنات ما بتجيش الا بالزعيق. ما بتجيش فين؟ لا ما في حاجات كده. كل بانكيك، كل بانكيك السكر بيحل يعني بينشر هرمونات الاتزان. عارف انت حوار الهرمونات ده؟ لا ما اعرفش حاجه عنه. ايه حوار الهرمونات ده؟ معلش هي الهرمونات بس ساعات كده بتخلي الناس تزعق فجاه من غير منطق. بالظبط عشان كده من شويه كنت بزعق وانت بتقولي لي مش عارف ايه. يا حبيبتي هرمونات. كمل. طبعا بما انه انت شايف انه في الديتس انت كراجل لازم انت اللي تدفع، عارف فهمك على حاجه. هو مش حوار لازم، هو حوار ايه؟ نخوه. انت عارف يعني ايه نخوه؟ اكيد عارف يعني ايه نخوه طالما انا اللي اقترحت كده. طب يعني ايه نخوه؟ شجاعه، شهامه، رجوله. اديتك 3 سينونيمز، انت بقى طيب. رد عليا. بصي هو الموضوع مش حوار نخوه وبتاع، بس خلاص انا ما دام انا وانتي في ريليشن شيب، انا كلمتي هي اللي هتمشي وانا اللي هقول وهو اللي هيتعمل وانا اللي هدفع وانا اللي هجيب وانا اللي اروح السوبر ماركت اشتري حاجات. بابا كان بيعمل فيك ايه؟ بابا كان بيزرع فيك ايه وانت نونو؟ والله بابا ماليه دعوه بالموضوع بابا؟ ده افهمي. هو يا بابا يا ماما اللي عملوا فيك كده وانت نونو؟ ما تعديناش المرحله يا دي النيله. ده عسل سؤال بس. يعني انت معلش كبرنا خلاص. انا عندي سؤال. انت عايز تتجوزي واحد انت تصرفي عليه يعني ولا ايه؟ لا احنا في حاجه اسمها بقى نشترك. نشترك
فكره تحفه صح، فكره جميله موضوع. طيب شوفي عايزه تقسميها ازاي، يعني الى حد ما خلي الموضوع بالنص. بالنص مش مقتنع صراحه بحوار النص ده. طب مقتنع بايه يعني؟ ما كده خلاص بقى انا مالكش لازمه بقى كبني ادم. بالظبط ايه النص ده يا باشا؟ النص ده عشان دلوقتي انت واحده صاحبتك بقى اقعدوا مع بعض وقسموا كل حاجه بالنص. شوح شوح ما شوح، انا مش هشوح بسكينه على فكره. ما انا شايفه الطرف عيني. سبب منطقي جدا، ازاي اللي اقتنعت كده؟ معلش عايز افهمك على حاجه، معلش هو انت بتشتغلي ايه؟ انت بتشتغلي ايه؟ بتقبضي كام وبتجيبي فلوسك منين؟ ثانيه واحده، ده معناه ان انت ضامن ان انت بتاخد فلوس اكتر مني؟ هو لو انت خدت فلوس اكتر مني هتبسط لك؟ ما هي في الاخر هتبقى فلوسنا. تبسط لي ده صوت واحد هيبسط لحد بيقبض اكتر منه. فكرة تبسطي قوي لما تعرفي الريتنج اللي مديهولي. طبعا يعني لو في رقم بالنيجاتيف معبر اكتر من ده. لا انا مبسوطه والله عشان احنا اون ذا سيم بيج. كلك مزايا. انت انت صح، انت صح، تحفه. ديب اند ديب جاي تحقق لي احلامي النهارده تقريبا. اللوتس دي انا احلم بيها النهارده. انت طبعا نزل عليك صمت بعد اللي نزل علينا ده صح؟ انا مبسوطه باللي عندي. انا مبسوطه باللي عندي اكتر منك. ايه رايك بقى كل واحد ينبسط قوي قوي ويخليه ساكت؟ ها تحفه احسن. والله العظيم تحفه. انا شايف كده برضو. اخيرا اتفقنا. طب ما تكلميني شويه عن السوشيال لايف بتاعتك بقى. عندي اصحاب كتير. ولاد ولا بنات؟ هتفرق. اه طبعا تفرق. بس صوت تخن تاني، يا نهار اسود. والله في توبكس معينه تقريبا في تستوستيرون بيزيد معاها. الاثنين عندي. أوه. الاثنين عندي، ولاد وبنات كتير. مش اول حاجه بهتم فيها بيهم بيها فيهم. شكرا. هما ولاد ولا بنات؟ الاهم حاجه الشخص صح. اه وانت زيك بالظبط. طب حلو. بس انا عندي برضو اكيد يعني كلنا على فكره عندنا ده وده. انت تتقبلي ده وانا اتقبل ده طول ما احنا ايه الدنيا ماشيه لذيذه وحلوه ومتفقين. انا مش مرتاحه. ليه بقى؟ ليه؟ لان اللي انت بتقوله ده بيتعارض جدا مع كل مبادئك اللي احنا اتكلمنا فيها لغايه دلوقتي. ليه يا حبيبتي؟ طب الموضوع في ايه؟ النوش يا بنتي، واحنا ما كناش حاجه غير فلوس. فلوس بس كان فيها فلوس. فتحت حوارات. لا لا دي فتحت راجل وست وصوت واطي وصوت عالي وبيت وصاحبتك وحوارات كده. محاولة انسى. اديني فرصه اتكلم. اديني فرصه اتكلم بقى شويه. اتفضل. ايه ده؟ ايه في ايه اللي حصل؟ ولا حاجه والله. انا بس اتفاجأت فجاه انه ايه ده، ممكن بقى نتقبل بعض وزيك بالظبط والجد هلا هلا ولا هلا عليه والحاجات دي يعني. خلصتي؟ لا ما خلصتش. لو خلصت كنت هتعرف، هتحس ان الجمله الاخيره فول ستوب، بس انا كنت لسه في نص الجمله. طب كملي. انا مش فاهم حاجه. اصل والله عمري ما بفهم الناس اللي هو ببقى بتكلم يقول لي خلصتي. ما اكيد لو خلصت كنت هتعرف يعني. اكيد لو خلصت هتحس لو ايه ده بني ادم سكت، هتلاقي بقه قفل بتاع. فاهم قصدي ولا الايموشنال انتليجنس فين بقى الطريقه؟ كمل كمل. لا كمل ايه بقى؟ ما خلاص. طب ايه اللي بيفرق بجد بالنسبه لك بين صحابك الولاد وصحابك البنات؟ مثلا في مشاوير معينه لازم يكون معايا واحد صاحبي ولد فيها، مثلا اصلح العربيه، اخو معايا واحده بنت تعمل ايه؟ حاجه تانية نزل مثلا اتخانق. نزلت تتخانق ثانيه واحده، دي بلان؟ ده ساعات الواحد بيصحى من النوم يكون عايز يتخانق. بتحصل لي والله العظيم. عشان بس اه والله. لا لا اشرح لي انا فعلا. بس لا لا هعرفك بقى، انت واحده واحده هتعرفي الكلام ده كله معايا. هنا بقى الحته دي لازم ولاد. طب صحابك بقى البنات ايه اكتر وقت بتحس ايه ده انا عايز انزل مع صحابي البنات النهارده؟ من بند اتخانق كتير مع اصحابي الولاد، فاتخانق يقول لي هو انا كل يوم على الحال ده؟ لا عايز انزل بقى اروق على حالي شويه بقى انزل بقى. هو ليه العلاقه فيها نشفان كده يعني؟ ليه كلها كده عربيات وايد متوسخه كده وخناق دي ايد متوسخه ليه؟ طب انت مستفيد ايه بالعلاقه دي طالما العلاقه كلها كده فيها جز يعني؟ فاهم قصدي؟ على فكره انا ما قلتلكيش ان كلها جزازان ولا كلها خناقات ولا كلها عربيات، في حاجات ثانيه كتير. انت يعني امتى بتخرجي مع اصحابك الولاد وامتى بتخرجي مع اصحابك البنات؟ لا بصراحه ما بتفرقش يعني. انا لو عايزه النهارده اتبسط هشوف مين من صحابي بيضحكني، بنحب نفس الاكل. بس اليوم بقى اللي انا بقرر فيه ان انا عايزه اتخانق ده ما اعرفش بقى. مديتيت بصراحه. ما بديش عندي فكره وحشه ومش بيبقى قرار قوي، بس انا صاحي مش طايق نفسي. ما كلنا بيحصل لنا كده. تحصل لك يعني؟ ايوه. طب يا نهار ابيض ده دلوقتي. والله العظيم. طب ما هو ما الدنيا حلوه اهو، في حاجات ما بيننا مشتركه حلوه. انت لاف لانجويج بتاعتك عنيفه قوي جدا على فكره. اذا حد قال لي كده دي مشكله فيا بقى. هي اكيد بتاعت الصوت العالي، مش ناسيها من اول قعده. ممكن اسال سؤال تاني ولا قفلنا؟ باين ان انا متقله عليك ولا حاجه. قال لي يلا بقى. حاضر. ده انت وقتك من دهب موت دلوقتي. ايه رايك في انه الواحد يبقى لسه محتفظ بحد كان في حياته مثلا لايك ان اكس او كده، يبقى إكس. لسه محتفظ. اوكي يعني الشيطان حد رجيم حد الا الاكس ده مش حد حد. ليه الاكس يعني حد دائت هو اصلا السؤال انت حابب ده؟ ايه رايك في ده؟ مش هو عباره عن ايه؟ هو كائن. لا ما انا مش هعديها انا. نهار اسود الحيطه هتنهار. اكس ايه حضرتك؟ اكس ايه حبيبتي؟ ايه حبيبي؟ معارف عشان بقول لك يا حبيبتي. عارف ترد عليا حبيبي؟ ايوه. امال ايه؟ لو الاكس بحد يعني خلاص بقى اللي فات مات ونسيناه وبقينا بقى والاكس مصاحب، ماشي نبقى نشوف بقى ساعتها. ما هو خلاص هو الليبل خلاص لبط. انت فاهمني؟ لا 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 الكلام بقول لك انا الكلام انتهى معايا، المناقشه انتهت.
انتبهي طبعا كنت بهزر معاكي تبقيش قفوشه كده بس اصلا انا عن نفسي ما عنديش مشاكل في ان انت تبقى عارف الاكس ان شاء الله حتى تعزمها على فرحك ان شاء الله حتى تجيبها البيت ايه ده والله العظيم يعني انا معلش انا كل الاكس بتاعتي وان انا وانت يعني متجوزين والاكس بتاعتي اجيبها ونروح ونيجي ونخش السينما ونيجي ونقعد ونقعد مش لازم العلاقه تبقى وطيده وايه علاقه ايه تسالني يعني ايه نخوه وما تعرفش اني وطيده ماشي ما الكلام على فكره مش مفهوم العلاقه دي مش هتكمل انت لسه مكتشف دلوقتي ان هي مش هتكمل انت لسه واصل للكونكلوجن دي دلوقتي طب يعني انا افهم الكلام ده يعني ان انت عادي ممكن اسافر مع اصحابي البنات يجوا لي البيت نهزر نلعب عادي انا مش فاهمه وانت بتستاذني لا انا بفهم منك يعني انت عايز وجهه نظرك ايه يعني انت تمام طب انا تمام الحمد لله على كل لا شيء لا مش تمام عامله ايه لا ايوه انا ما هو انا تمام التمام تمام طب ثانيه عشان مش لاقيه بجد تدي ثقه انت حلوه قوي هتندمك كتير قوي في يوم من الايام طب حلو ده معناه طبعا انه اوبفيسلي انت كمان تمام انا كمان تمام ايه انت قصدك ايه بالظبط لو انت تسافري مع اصحابك الاولاد وكده مش انت من 5 ثواني كنت مسافر وبتلعب قلت ماشي يا حبيبتي انا حاجه وانت حاجه انت هتقارني نفسك بيا ليه بقى انا حاجه مش قصدي كده مش لا مش قصدي ايه بس اللي خرج ده خلاص لا بس يا حبيبتي الولاد بيكون ليهم معامله معامله انت لسه جاي تتفاجئي دلوقتي وكمان برضو عايز افهمك على حاجه انا مش هبقى واثق في الولاد اللي انت مسافره معاهم دول هم انت عارفهم ولا انت مش واثق فيهم كده اللي غير معرفهم هو في ولد تثقي فيه في الزمن ده انت مش واثق فيهم كده وخلاص يعني انت كده ما تعرفهمش بس مش واثق فيهم اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عامله ايه يا حبيبتي النهارده انا مش واثق في اصحابك طبعا مش واثق فيهم مش ولاد هو في ولد يا بنتي تقدر تثقي فيه في الزمن ده بسببك انت واللي زيك انا بسبب انا ايوه بسبب يعني انا بعد كل ده وخايف عليك وما تسافرش وما تعمليش وانا اللي هصرف وانا اللي هجيب وانا اللي هودي ده انا بقول لك لا انت بتذلني على الحاجات اللي انا مش عايزاها يعني انت ايوه بذلك على حاجات انت مش عايزاها انت اصلا ومش واخد مهمه وطنيه على نفسك ان انت تصرف وتعمل وتروح وتشتري وتتحمل المسؤوليه وبتعايرني ان انا مش عايزه ده وبتعايرني عشان بتقول لي بعد كل اللي عملته ده انا مش عايزاه مش عايزاه ايه ده ايه ده ايه ده انت فاهم بالمشقلب فكره بتعايرني دي كلمه كبيره قوي بالنسبه لي انا هعمل نفسي ما سمعتهاش بس انا حاسس المره دي ان انت مداني حاجه كويسه بصراحه الراوند ده كان لذيذ كده لا هو في تقدم عامه يعني بجد؟ في في لغه حوار ابتدت تطلع وكده اللي هو ابتدينا نفهم اللانجوج بتاع بعض انا واثق فيك انا مش شايف بس واثق فيكي اهم حاجه هو مفيش حاجه مصبراني عامه غير الديبندب اللي قاعد بينزل ده صبرك عليا انا لا على الحياه بس حلو قوي اللوتس اللي انا بشربه ده والله العظيم تحفه طب احنا ممكن نبدل والله هو يعني يصعب عليا بس انا برضو عايزه ابدل استني كده طيب دي واحده خلاص بس بص تراست الله حدش غدر بالتاني نبتدي في اللايف ستايل انا خايفه ابتدي شويه زي ما تقول اتعقدت بص انا عايز اقول لك على حاجه طول ما انت معايا ما تخافيش خالص ما هي الجمله دي لوحدها اصلا تخوف لا يعني اتفضل انت بتروحي كام لا انا ما عنديش كرفيو انا ما عنديش كرفيو يا عم مش كرفيو انت في الطبيعي بتاعك بتروحي كام هو انت بتربيني على ايدك لا مش هو انت بربيكي. في حاجه هو انت نفسك بس تربي بس بقول لك سؤال عمال هو انت نفسك تخلي بنت عشان تربي انت عندك طاقه تربيه مخزونه مثلا عايز تطلعها قولي لي بس لا هو انا مش بروح في ميعاد معين بس يعني الافريج بتاعي على حسب يعني عادي ممكن يوم بالزبط. في يوم ممكن اروح بدري عادي وفي يوم ممكن اروح من 12 لواحده قشطه ما ده طبيعي اوكي من 12 لواحده بس لو عايزه اتاخر اكيد لو الخروجه على مزاجي هتاخر عادي ماشي وانت الكيرفيو بتاعتك امتى هو عيب على فكره السؤال ده جدا بس انا ما عنديش سؤال ايه وانا سالت سؤال مختلف عن اللي انت سالتوني انا قلت لك بقى من شويه ان في حاجات تنفع هنا بس ما تنفعش هنا وفي حاجات لسبب مجهول ما بنقولش ليه ينفع وما ينفعش احنا بنقول ما ينفع وما ينفع ليه بقى بنغلوش مش مهم ليه مش راضيين نقولها ليه ده حبيبتي مش بتاعتي ليه دي هو في حاجات اكبر مني ومنك 1 2 3 خلاص بقى خلص الكلام بعد كده طب ممكن نلعب لعبه نلعب ممكن نقول 1 2 3 ونقول مع بعض اللي احنا عايزين نقوله ما قلناهوش لغايه دلوقتي انا موافق يلا 1 2 3 عشان انا الراجل هنا ايوه اديني برافو طب بقول لك هقول لك استنى ممكن تمد ايدك ايه ده مد ايدك بص عمال قلنا حاجه مع بعض ايه ده تاني طلع يا حبيبي ورده دي الدهالي دي على فكره بصي عملت ايه في الورده امسكي ايه ده عارف لو كان الديت ده مشي وبقينا مع بعض وكان في علاقه اهي طيب غير الموضوع قولي لي مثلا اللايف ستايل بتاعك لبسك بيكون عامل ازاي بلبس عادي يعني على حسب اليوم على حسب الجو على حسب المود عندك اعتراض على ايه انا مثلا بيكون عندي اعتراض على اللبس القصير شويه غير لو معاك طبعا لا بصراحه ما بقتنعش بجو اللي هو انا البنطلون ده ما تلبسوش غير معايا احمد السقا ده من... لا سوري ما انا بقول لك لا البنطلون ده ما يتلبسش يبقى ما يتلبسش ولا بقى معايا ولا مع غيرك ولا مع ابوكي ولا ابوكي يعني في لبس ما تلبسوش مع ابويا او اخويا عايز اقول لك على فكره انا في ليا نظره ما حدش يجيبها انا ليا نظره في كل حاجه لبس
في اللبس اللي انت بتلبسيه. بقول لك ايه، ممكن تعملي كده شوف بس حاجه بس؟ ممكن يا جماعه. ما جميله يا جماعه في ايه، انا عارف ان هو اول واخر يوم لينا بس برضو عايزين الدنيا تمشي لذيذه. انت مش بتمشي الدنيا على فكره. عامه انا كمان ما بحبش الولاد تلبس شورتات. ايه ده؟ بصراحه ما عنديش اي مانع بس حاسه ان انا لازم اقول اي حاجه. ما انت بتقول لمامتك صح، في حاجات كتير انت فهمتهاني وعرفنا ليه طبعا عشان انا راجل طبعا هنا وكلمتي اللي هتمشي. ايوه صح. انت بتريق عليا؟ لا والله خالص، انا بس الرجوله خدتني. يعني سؤال لقطه. سؤال لقطه هيفرق لك لو الحد اللي انت معاه بابليك فيجر، اللي هو مثلا ممثله، مغنيه، مذيعه، عندها فانز، بتتصور مع الفانز بيحضنوا بعض، تسهر براحتها، بتعمل بيتعمل لها بيجز، عندها معجبين كتير، ممكن حد يكلمك يقولك انا معجب بصاحبتك ارجوك عرفني إيه عليها. إيه حاجات في الاطار دي. دقيقه واحده، انا بس بديلك دقيقه واحده. ايه كل اللي تراص لا رد عليه ولا ايه؟ ممثله ايه بالظبط؟ ممثله سينما محترمه جميله ليها سينما نظيف. لا مش ممثله اغراء يعني، غير كده يا باشا. يعني ممثله من النوع اللي احنا كلنا بنحبه، اللي تشرف اي حد في اي حته، انزل بيها في اي حته تشرف بيها، فاهمه؟ مش انزل بيها في حته يعني، انت فاهمه ايه؟ لا انا عايزه ابقى الجمله دي. خليكي شوافه كده معايا. عارف انا لو مش شوافه كان زماني دلوقتي مبسوطه في الديت. بس انت مش مبسوطه شكلك. لا لا يا نهار، على فكره مستمتعه جدا. انا عايز اللي في قلبك يطلع. طب لو دانسر مثلا؟ دانسر؟ دانسر زي حضرتك في كذا نوع، في بيلي دانسر. لا ده ما انا مش بتكلم على حلاوه شمسنا. لا ما بتكلمش على الفولكلور، انا بتكلم يعني اي نوع تاني يعني، عشان انت اكيد هتوافق على حلاوه شمسنا، دي حاجه مشرفه المفروض تنزل بيها تتشرف. بالظبط. لو حاجه بترقص حاجه لمصر، لا يا باشا انا كله عشان البلد عادي، بس لو بترقص حاجه كده لا يا باشا مش عندنا الكلام ده. ده هناك كانت قلبي حلو قوي النهارده على فكره. انت بتقول اي كلام، انت عايز تصفي القعده. عايز افهم دماغك ايه في موضوع مثلا لازم نصحى اكلمك جود مورنينج تكست، ولا انت الكلام ده ما يفرقش معاكي؟ لا بيفرق معايا، بس مش مهمه رسميه بقى مورنينج تكست وجود نايت تكست. طب انت تحب ان انا اتكست يو كام مره في اليوم؟ يعني انا مش عايز اللي هو كل شويه ابص على موبايل الاقيها بتتصل يا دي النيله. طب مش راضي. انت عارف انت ليه حاسس بيا دي النيله؟ عشان انت حاسس ان انت بتصرف عليا وبتصرف على الديت، ولازم تحميني، ولازم تحمي العربيه، ولازم تعمل الكاوتش، ولازم مش عارفه، ولازم ولازم إيه ولازم. فبقيت حمل عليك، فبقيت تشوف تقول اه يا دي النيله. هو ده بقى. عارف انت لسه بقيت حمل عليا؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ عشان انا يا دوبك انا مش عايزه مورنينج تكست خالص ولا جوه. ولا انا شايف اصلا ايه بلوك. اه والله تبقى نلخص بقى الدنيا، ولا لسه هنخش في نيله وكاوتش عربيه كاوتش ايه؟ انا مش هطلع ريتنج رقم اهو، هي دي الريتنج بتاعنا. على فكره انا بحاول اخلي العلاقه تكمل للاخر، بس انت شكلي كده مش جايه منك حاجه. انا بقول لك اهو ان شاء الله عنها مكان. تصدق اصلا انت لا ما ينفعش، هطلع انا احسن واطلع كويس انا من جوه. اهي اهو يا جماعه. طب هو انت متخيله شكلي عامل ازاي؟ شعرك ناعم ولونك بينك، يعني بينك مبيض كده يعني. ايه مبيض دي؟ انت بقى متخيلني ازاي؟ متخيلك شيك. اه لو نفع ان احنا ننزل ديت تاني هتنزلي؟ يعني احنا ممكن نروح مع بعض الجيم. انا شايف كده. اه حلو حلو بس الحمد لله شكرا. اي اجابه غير كده احتمال تبقى محرجه. لا لا وعلى ايه، كفايه الحلقه كلها احراج من اولها فاحراج. نروح الجيم. طب انت ايه رايك تروح معايا ديت تاني؟ اروح معاكي الجيم. اه ايوه بالظبط الجيم. اه يلا بينا. انا خلاص اعتمدت شكلك فورمه على فكره. واحد استنى جهز نفسي. اجهز نفسي. تجهزي نفسك يا بنتي، انا مستني اللحظه دي من بدري. انا بتهرب منها من بدري يعني. خايفه من ايه يا بنتي؟ هو انت عامله حاجه غلط؟ لا امال في، ما تخوفنيش، ابتديت اخاف. طب نروح. طيب يلا نروح كده، انا شايف كده. يلا بينا بس يعني هنقع على وشنا دلوقتي. واحد ما تزعقش خلاص، زمن الزعيق خلص. ايه واحد؟ فانا اقتنعت. لا على فكره انا اللي هقول بقى. 3 2 يلا 1. هاي ايمان صح؟ ايوه. عامله ايه؟ على فكره انا شفتك في الجيم قبل كده. بجد والله؟ أوه. لا ده كان ايه الديت ده؟ لا ده كان فظيع. ده كان فظيع بجد. والله كان فظيع يعني بجد. اوف. هو احنا بس في الاول كنا صعب شويه، بس بعد كده شفت الدنيا بقينا صعب قوي. قوي الحمد لله. قوي احنا ايه اللي جابنا؟ لا بس انا مبسوط قوي. انا مبسوط والله بجد. اه والله. كلي. هي الاطباق اللي بتنزل دي احلى حاجه طلعت بيها من حياتي. اه والله فعلا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب لبنش سيركل على يوتيوب. لو عايزين تيجوا بلايند ديت في بنش سيركل، كل اللي محتاجين تعملوه ان انتوا تعملوا شير للفيديو ده وتاج حد من صحابكم في الكومنتس. وما تنسوش ان انتوا تقدروا تطلبوا اي ديزرت من ويب سايت dipndip www.dipndipegypt.com. نحرق احنا اكلناه ده بقى. احنا نحرق. يلا عامه هو ده حلو قوي. يلا بينا. بس جيم ديت.